سيدي الامكانيات اللي عندهم في الدار عندهم مام وصله مقدح، حنا عندنا المنشار ديال الضوء، ولكن حنا ما كنديروش تجمعات. كيجيو ثلاثه الناس ولا اربعه كنخليو كنقولوا له حط لنا الحولي ديالك بالواحد بالواحد باش ما نجمعوش الناس بزاف قدام المحل. الحمد لله الحمد لله الاجواء بخير، هذاك الشيء كاين تنظيم كاين كلشي. بنادم بعدا راه بنادم كلشي راه عارف، كتقول له ودي راه كاين هكي راه بنادم راه فاهم، ماشي زعما ديك الزحام اللي كيكون يعني. ولو كاين زحام لا جاو جوج جابوا الحولي كنخليو واحد في الطوموبيل وواحد كيجمع يوقف عندنا كنصور ليه شغل ونقرضوا ليه ويهز. تمام مع الكليان ديالنا اللي عطانا شي حاجه كنقولوا ليه الله يخلي بوزها. وشحال راه غادي شحال ديال الهيم قرضنا ما شدينا مع المواليم والو، المواليم في حالهم شو والحاله ضعيفه مع هذا الوباء ومع هذا الشيء. هذا ما يمكنش تشد الانسان يقول لك ما عنديش، ما يمكنش ما تقرضش ليه، غتقرض ليه فهمتو وتخليه يمشي. هذا هو اللي كاين. انا كل عام الحمد لله كنجيب الخروف ديال الدار عندنا، كنجيبو لهاد المحل هذا اللي يعني الجوده ديالو وكيمتاز يعني بالات حاده باش يقطع لنا الخروف ديالنا داكشي اللي بغينا حنا، وثمن جد مناسب الحمد لله. مولي الدار شويه يعني الناس كبار شويه في اللاج ما تحتش من الفرصه باش يقطعوا، كنجيبوا القزار باش كيقطعوا لينا. كنجي عدد المحل على قبل الجوده، جوده ومعامله جيده وثمن مناسب متناول للجميع. لا كاين الماتريال غير هنا، كاين الجوده على الدار ماشي بحال مقده، كاين الماتريال هنا ما عندناش بحال هاد الماتريال، ما يمكنش يكون عندك بحال هاد الماتريال في الدار. يجيبوا القزار احسن من الدار وهداك الشيء ومع الدوزان وهداك الشيء ومع الفصاله وهداك الشيء حاجه نقيه، ماشي هي الدار مجموع مع المقده وهداك الشيء وكل شيء فصل في الارض، ماشي هي المكان وهي هداك الشيء ومعلق هداك الشيء وكل شيء مقده وكل شيء نقي. الحمد لله كل شيء مزيان. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.